شيخنا يقول السائل: ما حكم التصوير مع الدليل؟ بارك الله فيكم. ويقول ايضا يعني من الشق الاخر: حكم المصور والمصور يوم القيامة. صحيح ان السؤال مختصر، بدك الجواب على هذا النمط ولا كيف؟ يعني شيء بسيط يعني الشيخ، هذا يحتاج الى محاضرة. بارك الله فيك. نعم. الشيخ محمد، هذا الموضوع محاضرة. الشيخ هذا للاخوة اللي يتضافون يعني. اصبر قليلا. سنحاول ان نجعل جوابنا مختصرا ايضا تقليدا منا لك على اختصارك لسؤالك. جزاك الله خير. أما فيما يتعلق بالمصور فحسبه حديثان اثنان: لعن الله المصورين، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. الحديث الثاني والأخير: من صور صورة كلف أن ينفخ في الروح يوم القيامة وما هو بنافخ. أما الذين يستعملون الصور فلهم حالتان: الحالة الأولى وهي العامة، أنه لا يجوز لهم أن يستعملوا الصور بكل أنواعها وأشكالها ما دامت من ذوات الأرواح، أما الكلية التي ذكرتها فهي سواء كانت يدوية أو كانت فوتوغرافية أو كانت الفيديو، هذه الصور كلها لا يجوز للمسلم أن يستعملها. هذه الصورة كلها والعامة. الصورة الأخرى هي التي يضطر إليها المسلم، والاضطرار له أنواع وأشكال. وبالنسبة لعامة الناس، صور الهويات والجوازات ونحو ذلك. بالنسبة لخاصة الناس كالأطباء مثلا، فقد يضطرون لتصوير صورة شخص لتشخيص مرضه مثلا، وكتصوير بعض الهيئات الحكومية لبعض الأشخاص المعروفين بالإجرام، بالسرقة، بالنهب، بالسلب ونحو ذلك، اتخاذ ذلك وسيلة للقضاء على الجريمة. فما دار حول هذا النوع من الصور جاز استعمالها، وإلا لم يجد. وكانت الصورة محرمة لأنها تمنع دخول الملائكة كما تعلموا من الحديث صحيح: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. وأنا من فضل الله عز وجل أنني أرى أمامي بعض الصور لوحظ فيها أن لا تكون من النوع المحرم، لأنها فيما يبدو لي ليس فيها صور من ذوات الأرواح، وإنما تمثل الطبيعة والغابة ونحو ذلك. وإذا كان المسلم له هوى في التصوير وفيما يسمى اليوم بالفن، فليصرف فنه إلى ما أباح الله له من الصور غير ذوات الأرواح. هذا هو الذي يساعد الوقت على اختصار الكلام فيه.